السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وسهلا بالجميع، وشكرا على اللي أضافوا حسابي، وتعليقاتكم أكبر محفز لي للاستمرار معكم في تقديم كل جديد ومفيد في عالم الجرافيك. اليوم جايب لكم موقع ممتاز جدا يخدم جميع المصممين، كذلك اللي يشتغلون على المونتاج برضو راح يفيدهم بإذن الله تعالى. الموقع متخصص في جميع الشعارات العربية، موقع ضخم جدا، تنزل الشعار بصيغة مناسبة اللي هي الاس في جي، تعمل على الاستريتر على اساس تعطيك دقة عالية. راح اجرب معكم في تنزيل الشعار الان، مثلا خلينا نشوف مثلا وزارة التجارة، نضغط عليه، ننزل تحت، نضغط تحميل، نروح على داونلود، هذا هو زي ما قلت لكم بصيغة اس في جي، نضغط كليك يمين ثم نختار ادوبي الستريتر. هذا هو الشعار، اقدر اتحكم في تفاصيله بشكل جدا ممتاز، بحيث اني لو ابغى احول الشعار الى اسود او ابيض بما يناسب التصميم. هذا اللي حبينا افيدكم فيه، لا تنسوا الاشتراك معنا واكسبلور للمقطع، وتعليقاتكم تهمني بالملاحظات والاستفسارات. شكرا للجميع على المشاهده.